صباح الخير لكم، صباح الخير عاد عادل. صباح يا هلا والله، يعني من طول الغيبات جاء بالغنايم كما يقال، وانت يمكن راح تجيب لنا ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه، وعندك لازم ما يخلو من الجدل. نعم عادل، اذا لاحظت بس حكيت ميداليه ليس بزاري، شوف غيمت راسا عليه. وكشفت اللجنه المنظمه للالعاب الاولمبيه في باريس 2024 عن مسار الشعله الاولمبيه التي تصل من اثينا الى مرسيليا جنوب فرنسا في 8 مايو العام المقبل. ستنطلق رحلتها التي ستدوم 68 يوما عبر 64 اقليما فرنسيا. 10,000 من حمله الشعله سينتقلون وهم يحملونها في أكثر الأماكن التاريخية شهرة في البلد المضيف، أي هنا فرنسا. مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية تدخل باريس المرحلة الأخيرة في تنظيف هذا النهر، نهر السين، ليشهد عودة السباحين والغواصين إليه. وكانت السباحة في النهر الذي يشق العاصمة الفرنسية قد حظرت لمدة قرن بسبب تلوث مياهه، لكن من المقرر عودة السباحة في مياه السين بفضل مشروع إعادة تنظيفه التي بلغت 1.4 مليار يورو، يعني تقريبا 1.6 مليار دولار. يعني ومن المقرر أن تقام هنا في مياه السين بوسط باريس 3 أحداث، هي الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية وكذلك ترياتون والماراثون وكثير أشياء، أشياء كثير. وهذا أهم شيء يعني مستوى تلوث نهر السين بالعاصمة الفرنسية. خلينا نبقى ليس مع الألعاب الأولمبية، ولكن من ناحية أخرى أكيد، وهي ارتفاع إيجارات المنازل في باريس. نعم، ارتفاع آجار المنازل، وبدأت بعض الشركات العقارية الفرنسية بالتواصل مع مالكي ومستأجري الشقق في باريس بالطلب منهم بتأجير عقاراتهم السكنية شهري تموز وآب، يعني جولاي وأوغست من العام المقبل، مقابل مبالغ طائلة، وذلك لتأمين سكن زوار باريس إبان الألعاب الأولمبية التي من المتوقع أن يتجاوز عددهم 1.5 مليون زائر. وتبلغ قيمة استئجار مثلا شقة تتكون من 3 غرف في أحد الأحياء الباريسية الراقية 9,000 يورو أسبوعيا، يعني لمدة شهرين ستكون الأجرة 72,000 يورو. تخيلوا هالأرقام، يعني ما تيجوا عندنا الصيف الجاي، انتبهوا. مشكور. طريف الأمر أن أنت أجرت شققك، يرفضون إبرام عقود إيجار هذه الأيام. ليث ترى مستثمر عنده فوق 14 شقة في وسط باريس. شكرا جزيلا ليث بزه. عندي بنايتين. يعني احد يكره يا ليث؟ ما عن الحسد، بس احنا نقول 14 شقه ان شاء الله. يلا شكرا لك، قواك الله يا ليث، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا، واستمتع باجواء باريس. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.